الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم نسل الكل. شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم. هذا موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة. كالعادة نحكي على أنماط شخصية طفل. كنا في الحلقة السابقة حكينا على الأنماط بصفة عامة وتطرقنا بخصوصية للنمط الحساس. تحضر معايا في الأستوديو مدام نجيبة الحاجي، الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سهام، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. رحب بأيمن ليقا في الإخراج التقني، سيف بولاريس في الديجيتال. مرحبا بكم الناس الكل، معكم سهام حمدي في الميكرو. مدام نجيبة، كنا حكينا الحلقة اللي فاتت على أنماط شخصية الطفل، حكينا على العوامل المؤثرة وبدينا في كنا شوية على الوالدين كيفاش يتوخوا الحذر في التعامل. راو نحن الشخصية ما نجموش نبدلوها ونشكلوها كيف ما نحبوا نحن، وإنما نجموا نهذبوها، نتعلموا فنون التعامل معاه. باهي، واضح. كنا تطرقنا أريح لينا وللطفل معناها. دونك من أنماط ولا أبرز الأنماط اللي قدمتهمنا في الحصة اللي فاتت، نلقاو نمط الحساس، النشيط، السلبي، الأناني والعنيد. لو كنت فكرنا بأبرز النقاط متاع النمط الحساس اللي حكينا عليها معناها في الحلقة، بدينا بالنمط الحساس خطر بالحق هو حساس، دونك يلزمنا نقدموه باش ما نخلوش يحس أكثر. نعملوه شوية نعملوه بأولوية، خطر هذايا قلنا عنده الحس المرهف وإنه خجول وإنه عنده صعوبة في الاندماج. وقلنا الوالدين يلزمهم يراعوا هالمشاعر هذية، ما يتعصفوش عليها وما يعنفوشوا وما يكرهوش على القيام بأشياء ما يحبهاش. هذه هي مدام نجيبة اللي معناها حبيت نركز عليها، انك انت ما تجبروش انه يعمل حاجه هو بيتر ما يحبهاش، ابار ما يحبهاش يمكن يسر المرحله النمائيه نتاعه وتتطلب هكاك. وكيما قلنا ديما انا حتى كي نوصي الاولياء نقول له بربي ولدك مثلا كي يبدا راي في مرحله عمريه صغير يبدا يضرب، يبدا يغض، يجبد الساق، يجبد الشعر، ما يحبش يعاند، هذيك راهي كلها فرض للشخصيه ولاثبات الذات والمرحله العمريه نتاعو تتطلب هكاك. دونك انت ما تقواش عليه، ما تتعسفش عليه، ما تقولوش اعمل بالسيف وتعمل وبالسيف عليك يلزمك تعمل، لا للاكراه لا للعنف. بربي افهموا صغاركم، واللي تحمل مسؤوليه الانجاب راهو يلزم يتدرب ثم يتدرب ويقرا على دو كوا ساجيتي. اش معناها نجيب صغير؟ اش معناها صغير عمره؟ كيفاش تربي؟ كيفاش تعرف شخصيته؟ كيفاش ونركز معاه ونشوف معناتها السيفات نتاعو، اش يحب اش يكره، وقت اش شنو اللي يفرح وشنو اللي يحزنه. دونك نعيش معاه مشاعره السلبيه ومشاعره الايجابيه، ما نقررش في بلاصته، ما نعيش الحدث في بلاصته، ما نساعده ونقف معاه باش يحس اللي هو عنده امه وعنده ابوه وعنده عيله يلتج لها وقت الحاجه نتاعو. واضح. دونك انت زاده كنت وصيت الحلقه السابقه قلت تكونوا اولياء بو ام قبل ما تكونوا مربين، وهذه مهمه ياسر. فوالا، وهذه مهمه برشا. يا ولدي ام واب عاطفه، نحتاجوا انك تزود ولدك عاطفين مش تلقنوا دروس في الحياه. صحيح ثم تهذيب وتعديل للسلوك، اما راهو مش بالطريقه نعيش دوري كأم. انا تخلقت ام او بو، نجوجو لغول كوم الي لي، ونخلي دور المربي في المدرسه. وبعد انا كي نجم كي يكبر ويفهم نتدخل بدور المربي ما فيها باس. واضح. دونك هذا ما يتعلق بنمط الشخصيات الحساسه. الشخصيات الحساسه خلينا نكملوا حوايجتين هكا صغيرين. من الصغار هذوما كيفاش نتعاملوا معاهم؟ بربي نستعملوا معاهم، راهو يمشي معاهم برشا استخدام اكل استخدام المشاعر، اني انا راني معاك، راني نشعر بيك، نيا كان كنت في بلاستك نعمل هكاك، انا كان كنت في بلاستك معناها اكل دعم والاستماع، انا نعبر ديما راني انا وانتي ولدي، راني انا نحبك، راني ندعمك بيك. هذا الدعم المعنوي العاطفي راهو اكثر وسيله لتعديل السلوك، واني انا نكسب ولدي ونكسبه ثقه في نفسه، وانه نكسبه ثقه في نفسي انا انه بعد يعمل عليا ويلتجئ لي كي تكون المشكله اعوس واصعب من هك. خاطر انت راكي تدرب في صغير بالحق، تدرب فيه وتروض فيه وتهذب فيه، راهو باش يكون غدوه مراهق وباش يكون من بعد كهل. اذا كان ما بنيتش الاس الاساسي في الطفوله راك العواقب مش تجنيها في المراهقه وتجنيها في المراهقه خاصه. واضح. به مدام نجيبه، تو نحكيو على النشيط.
نمط الشخصية النشيط الشخصية النشيطة بالنسبة للطفل اللي يقول لك معناها اش معناها ساعة نمط نشيط يعني نشط هذاك هو نحكي عليه راهو نشيط أكل حركة ديناميكي المقبل على الحياة يبدأ تبارك الله عليه معناتها هذايا الطفل إيجابي نشيط أما مانيش نحكيو على ال فوالا لا نشيط في النشاط المعقول ماهيش العادي الحركة المفرطة والنشاط الزائد هذيك حاجة أخرى أما نحكي هذيك تولي مرضية نحكي على حالة مرضية لا احنا طوى نحكو على شخصية الطفل السوية اللي النشيط. تلقاها معناتها موجودة يبدأ ناشط فايق يستجيب معناتها للمؤثرات أوتوماتيكمون معناها الطفل إيجابي بأتم معنى الكلمة هذا الطفل المطلوب هم الأطفال الكل راهم عندهم قيمة والكلهم إيجابيين معناها حتى كان السمات تختلف وشخصيات تختلف أراهم هذوما وليدات يلزمنا نقبلوهم كما هما ونحسن التعامل معهم الطفل النشيط يا لله هذايا متحفز عنده أكثر تعاون مع الآخر مكثر أنه يحب القيادة الليدرشيب يحب يقود المجموعة تحس عنده ذكاء معناها رمارك ملحوظ يهتم برشا اي خدمه تعطيها له يعملها يحب هاك البروز يحب يظهر تنجم تعمل عليه تعطيه نشاط تقول له مثلا في الروزه ولا حتى في الدار تعطيه انشطه تنجم باش يوزعها لاصحابه تنجم تعمل عليه يحترم النظام في ساعه ما يكون اصدقاء وزاد اجتماعي برشا هذايا يظل كان نقارنوه بالنمط الحساس فما اختلافات هون هما يكملوا بعض اي وفما اختلافات بين الشخصيين مع بعضهم هذا معناها مش تاقه باش تحط التوازن الذكي مثلا مربيه في الروضه تحط الوليدات هذوما مع بعض انا فوق باش ياخذوا من بعضها باش يحرك هذاك الخجول واحد وباش بما انه احنا قلنا داخل اجتماعي والنشيط والاخر عنده هكا شويه معناتها قليل الاجتماعي دونك قليل مع برشا باش يعملوا التوازن وهذا ينجم يصير حتى في العائله مادام نجيب هذول الصغير له المثال يبدا حساس هو لما جوريتي هكا يكون الصغير الاولاني ماما زالت التجربه الاولى مش يكون ماشي يتربى بتربيه الكبار مش يبدا متزن مش يبدا خجول مش يبدا عاقل مش يبدا في بلاصته الطفل الثاني هذه تسمى في الديناميك دو جروب انهم يكملوا بعضهم ويتفاعلوا مع بعضهم ويتعاملوا مع بعضهم ايجابيين بشكل رهيب معناه ما يقلقوش والديهم ما يقلقوا شخصيته هي كل شخصيه الطفل رانا ديما نحسن التعامل اذا كان احنا خرجنا اولادنا من نقد ومن مجهر كن كما اريد راهو راه الوليدات الكلهم محلاهم معناه يخليه كما يريد هو اجتماعيا احنا بركه راي المشكله في الوالدين نلوموا معناتها ابناء نعيبوا ابنائنا والعيبوا فينا وما لابنائنا عيب سوانا خاطر احنا نحبوه يكون كيما نحب نحنا كيما انا اول الحلقه قلت لك راه ديما يتخيل الولي الام والاب انه ولده صلصال عجينه معناتها يشكلها هو كيف ما يحب او معناتها ورقه باش يطبعها تجيه كيما يحب ولا بياسه في معمل يخرجها كيما يحب نو راه الشخصيه عنده طريقه متفرده نمط عيش معين يعيش به انت اعرف كيفاش تتعامل معاه عدل السلوك السلبي وحافظ على السلوك الايجابي بالنسبه لنمط النشيط مدام نجيبه دونك هو النمط تاع المثالي والا الايجابي الايجابي انا بالنسبه لي انا الكلهم انماط نتعاملوا معاهم والكلهم ايجابيين والكلهم ينجموا ينجحوا اجتماعيا فقط الطريقه تاع الطريقه تختلف كيفاش باش نتعامل معاه معناها فن التعامل مع النمط النشيط مدام نجيبه النمط النشيط اكثر حاجه انه يحتاجها التشجيع الدائم والتركيز على انجازاته حتى لا يصاب بالاحباط دونك يلزمك انت تشجعوا ما تحطوش اكل انت يعمل هو باش يبرز باش يظهر محتاج انك تشجع تقول يعطيك الصحه ما لكن انت معناتها تعمل معاه سلوك الاطفاء مشي تحبط تقول انا اكواسير نعمل فيه هذا هو يتصور فيه روحه عمل حاجه بيه يوم احلى معناها تثمين المجهود اللي قاعد يقوم فيه ولو حتى بسيط خاطر هو في شخصيته يحتاج للدعم والتشجيع وانك معناها تدخل له تبارك الله وما شاء الله التشجيع المعنوي والتشجيع المادي واضح واذا لزم معنوي ومادي مع بعضهم يصير انه معنوي مثلا صحيت برافو نعطيها كل النجمات نخرجوا نعطيه فصحه اتسيتيغا والمادي يعني باش نشري له ان كادو كي يبداو في العائله وكي يبداو في العائله زوز انماط الحساس والنشيط هوني يبدا النشيط يلزمك ديما تثني عليه والحساس الثناكي يبدا في العائله روسي وبينهم حتى في القبولات
انا ديما نوصي الاولاد ما فماش تفرقه بين اولادك مهما كانت الانماط ولا الشخصيات ومهما كان سلوكهم ومهما كانت نتائجهم. انت دورك كأم او اب تعطي العاطفة للناس الكل بنفس الميزان والقسي. ماكش مربي باش تعطي ذاك 20 وذاك 3. انت ام مش تعطي معناها ام والبو مدام نجيب نقولو زوز للوالدين. احنا عنو ديما نجمعوهم في الوالدين اعطوهم العطف والحنان والحب والدعم مهما كانت النتائج ومهما كانت السلوك ومهما كانت التصرفات. معناتها احنا حتى في سنتنا نعاودوا وسووا بينهم حتى في القبولات فما بالك في التصرفات. واضح مدام نجيبه. دونك في الحلقات القادمه اكيد باش نتطرقوا باش نكملوا على باش نكملوا باش نتعاملوا معاه ونشوفوا ونتطرقوا للنمط السلبي والاناني والعنيد. دونك اقعدوا في الاستماع في الاستماع فما سلسله ان شاء الله نشوفوا على نشوفوا انماط اخرين ان شاء الله وطبعوا خاصه ركزوا مع صفات وليداتكم وطرق التعامل معهم. ماكم شراكم مسؤولين على تغيير شخصياتهم ولكن مسؤولين على حسن التعامل معها. واضح. شكرا لك مدام نجيبه الحاجي الاخصائيه النفسانيه التربويه. يعطيك الصحه انت على النصائح اللي قدمتهم. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله. نتقابلوا في الحلقه القادمه. الحياه في العائله التطرق الى نمط العيش العائلي وابرز المسائل اللي تهم العائله. اهلا.